هنتكلم في موضوع هام جدا النهاردة، مش كلينيكال لكن هو أبلايد درماتولوجي، حاجة كل يوم بنكتبها، هو التوبيكال استيرويدز. التوبيكال استيرويدز فيها رغم ان ده عماد شغلنا، يعني الجماعة زمان كانوا يتريقوا علينا يقول لك ده بتاع الجلدية ده ما يكتبش غير الاستيرويد، وما زال التوبيكال استيرويدز دي حاجة مهمة جدا وطول مهمة في شغلنا، فازاي احنا يبقى فهمنا ليها في ضعف او تطبيقنا للكتابات او العلاجات دي يكون فيها مشكلة. فده هيكون محور شغلنا النهاردة ان شاء الله، وحاول ان انا برضو ما اطولش على حضراتكم علشان وقت الشتاء، حاول نعملها كبسولة علمية سريعة كده لكن لا يشوبها النقص ان شاء الله. توبيكال استيرويدز من المواضيع الهامة جدا، ناس كتير جدا كلموني في البرايفت يا دكتور اشرح لنا التوبيكال استيرويدز، فقلت نتوكل على الله ونشرح. طيب اظبط بس الاعدادات كده ونبتدي الشير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. topical treatments عموما أو topical steroid اللي هو هيبقى محور شغلنا النهاردة. قبل ما ابتدي، في حد ما بيكتبش topical steroids؟ أكيد يعني كلنا بنكتب topical steroid ده أثناء الليل وأطراف النهار يعني. طيب هل في حد من حضراتكم لقى مشاكل من topical steroids؟ يعني جاله مريض عنده مشكلة بسبب topical steroids؟ أكيد إحنا كل يوم في ده، كل يوم عندنا مشاكل بسبب topical steroids abuse، وأنا بتكلم على نطاق عملي وشغلي، العيادة الشخصية حتى اللي لسه راجع منها دلوقتي. احنا كل يوم مشاكل بسبب ان المريض استخدم topical steroid مش مناسب لحالته واستخدمه لفترة طويلة، فبدأ يظهر السايد افكت وبدأنا نشوف اشكاليات كبيرة جدا. فلازم نبقى احنا فاهمين القصة من اولها. هي حدوتة هنحكيها النهاردة ان شاء الله، حاول احكيها بسرعة علشان الناس ما تملش، وبنفس الوقت بدقة. طيب بسم الله. طبعا topical steroids اكتر حاجة بنكتبها كل يوم. فكرة استخدام topical steroid ظهرت للعالم ان لم تخن الذاكرة سنة 1952، يمكن انا ما رجعتش المعلومة دي من فترة بس اعتقد انها صحيحة. من سنة 1952 بدأ تطبيق استخدام الكورتيزون الموضعي. كانوا بيعالجوا بالكورتيزون وقتها جهازي سيستميك، سواء أقراص أو حقن، وبدأت تظهر فكرة تصنيعه على هيئة كريم سنة 52 اللي هو كان الهيدروكورتيزون باي ذا واي. ومن وقتها وبدأت حدوتة التوبيكال استيرويدز، وتبدأ تسمع أسماء عجيبة جدا جدا، تلاقي الكريم ده في البيتاميسازون، لا الكريم ده في البيتاميسازون داي بروبيونيت، الكريم الثاني بيتاميسازون فاليريت، كريم ثالث الكوميتازون، كريم رابع موميتازون فيوريت. ايه الاسماء العجيبة دي؟ وهل يا ترى الاسماء دي بس ملاحظة يا جماعة، الناس اللي بتشغل الكاميرا رجاء، وهل الاسماء العجيبة دي تطورت كلها مع بعض ولا تطورت تباعا؟ هل ظهر حاجة ثم تطور حاجة ثم حاجة؟ طيب نفهم فكرة استخدام الكورتيزون الموضعي ايه؟ زي فكرة استخدام الميزوثيرابي اللي هو الحقن الموضعي، ان انت توصل الاكتف انجريدينت للتيشوز دايركتلي بدون ما تمشي على السيستميك سيركيوليشنز، وبالتالي بتأفويد يعني most of hazardous side effects، هتتجنب دول. فبالتالي لما اديك الكورتيزون على هيئة كريم انا هوصل للي انا عايزه بدون مشاكل. دي الفكرة.
الزيم ده النهارده، الزيم ده حاجه جميله جدا، وانا هشكر الانسان اللي ساعدني في الايديتنج اوف ساتش زيم. بس بعدين هيبقى مفاجاه بقى، اقول لكم مين اللي عمل الزيم ده، شغل عالي جدا يعني، فكتر خير والله. البيزك كيميكال ستراكشر للستيرويدز عموما، الستيرويدز ليها كومن بيزك كيميكال ستراكشر، ليها ستراكشر ثابت اللي هو احنا بنسميه نيوكليوس او الاكتيف مويتي بتاعته دي، اللي هو سايكلو بنتانو فينانسيرين نيوكليوس. اسم صعب ومكلكع، واحده واحده نفهم هو جه ازاي. الشكل الكيميائي ده، وانا هبتدي احرك لسه، ديت عباره عن مركب، عباره عن حلقات شبكه في بعضها. كل حلقه من دي، يعني انا كاتب A وB وC، حلقه A او B او C سيان، كل دول سايكلوهكسان زي خليه النحل سداسيه، وبعدين ملحق بيهم سايكلوبنتان يعني خماسيه، وبالتالي كله مع بعضه بنسميه الفينانسيرين نيوكليوس، او المجمل العام السايكلوبنتان فينانسيرين نيوكليوس. والبيزك ستراكشر ده بيسموه الجونان اللي هو الثيوريتيكال نيم للبيزك ستراكشر ده. طيب البيزك ستراكشر ده لو جينا لعبنا في السايد تشينز بتاعته دي، اللي هي الـ 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 الاسهم اللي موجوده، يعني رقم 29 و19 ده رقم الكربون في الاستراكشر ده، الكربون اتوم. عند كل نمبر لو بدات احط مثلا سايد تشين او سايد جروب، هبتدي اغير شويه في التركيب ده واطلع لك مولكيول جديد. خلاص مهم كده، سهله كده. يبقى دلوقتي نقدر نقول ان ده بيزك كيميكال ستراكشر فور اول ستيرويدز بشكل عام. مش بس كده، ده انا هروح بعيدا واقول لك الاندروجينز كمان بتتشارك الى حد كبير في القصه دي، لكن احنا محورنا النهارده في الستيرويدز. وبعدين السايد تشينز دي اللي بتبدا نتغير، فتبدا تغير لك اسم الدواء ده او الدراج ده، وبالتالي السايد تشينز بتبدا تغير من خصائصه شويه. هنتكلم برضو في دي دلوقتي، افهم بس معايا واحده وهنرجع للجزئيه دي تاني. طيب طالما التوبيكال استرويد بيشتغل، احنا عارفين طبعا ان هو بيشتغل بشكل جامد جدا. بيشتغل، اول حاجه تعرف ان هو بيشتغل على نيوكليير ريسبتور، يعني الاستيرويد بيخترق السيل ميمبرين ويدخل على النيوكليوس ويشتغل عليها على طول. يبقى هو له نيوكليير ريسبتورز، وده يبين لك اهميته. ده بيروح يشتغل على الدي ان ايه على طول، والترانسكريبشن فاكتور للحاجات اللي هي بتاعت الانفلاميشنز، السيتوكاينز والانترليوكنز والحاجات اللي بتبتدي بروموت الانفلاميشن، هو بيشتغل عليه ويبدا يعمل لها انهيبيشن من البدايه، من اول الدي ان اي. طيب ماشي. وايه كمان؟ لما اجي اقول لك الميكانيزم اوف اكشن اوف ستيرويد ده، اظن احنا حافظينه حفظ من اول الفارما بتاعت سنه ثالثه لما كنا في الكليه. انت عندك الفوسفوليبيدز اللي موجوده في السيل ميمبرين او السيل وول بتاع الخليه، بيبدا يطلع منها الاراشيدونيك اسيد اللي يبدا يدخل في تو باثويز، اللي هو اللايبو اوكسجينيز والسايكلو اوكسجينيز. اللايبو اوكسجينيز علشان يطلع لي بعض المولكيولز، والسايكلو اوكسجينيز يطلع لي مولكيولز ثانيه خالص اللي على راسها البروستاجلاندين. وعارفين ان السايكلو اوكسجينيز بلوكرز هو الاسبرين والنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري من تحت هنا. وعندنا في اللايبو اوكسجينيز بلوكر كمان ليها بعض الادويه، لكن الستيرويد بيقفل من فوق من هنا، بيقفل المحطه اللي بتحول الفوسفوليبيدز للاراشيدونيك اسيد عن طريق بروتين اسمه لايبوكورتين. اللايبوكورتين ده بيعمل انهيبيشن للانزيم ده اللي هو الفوسفو لايبيز A2، فبيقفل محبس تكوين الانفلاماتوري بروموترز من فوق خالص، بيقفلها بالعربي كده ضبه ومفتاح. فبالتالي بالمقارنه للستيرويد، بالمقارنه للنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري اللي هي بتشتغل على السايكل اوكسجينيز
سواء نون سيلكتيف سايكل اوكسجينيسيس كلها او كوكس 1 اند كوكس 2 لو هو سيلكتيف، لا طبعا مفيش مقارنه، واحد بيقفل من فوق خالص وواحد بيقفل لك سكه البروستاجلاندين بس، وبيخلي سكه اللايبو اوكسجينيز شغاله اللي هي بتطلع حاجه اسمها اليوكوترينز. علشان كده كان من ضمن السايد افكت بتاعه النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري لو اتاخدت في ازماتيك بيشنت، نرجع نفتكر الطب قال لك لما تاخد البين كيلرز دي بيبدا الباث واي ده يعطل من هنا فيقلل البروستاجلاندين اه بس يشتغل من هنا، يخلي اليوكوترينز تشتغل ويخلي الازماتيك بيرسون ده يبتدي كح ويبتدي يجيله ديسنيا. علشان كده الازماتيك بيرسون مش منصوح قوي يعني تديله اللي هو السايكلو اوكسجينيز بلوكرز اللي هم الاسبرين والنون ستيرويدال بكميات كبيره في فترات الاكتيفيتي بتاعته. نرجع مرجعنا، بيقفل المحبس من فوق، اذا هو اقوى انتي انفلاماتوري يمكن عرفه التاريخ، ما عندناش حاجه تشتغل كانتي انفلاماتوري اقوى من الاستيرويد. قصه البوتنسي هترجعنا تاني للبدايه، عشان كده بقول لك افهم معايا جزء نرجع نكمل البازل. احنا شرحنا قلنا السايكلو بنتان فينانسيرين، ليه مهم اعرف ده؟ كل معلومه ملهاش تطبيق اكلينيكي على المريض انساها، انا بقول لك انساها، انت مش باحث ومش كلنا اساتذه جامعه ومش كلنا ناس بروفيسورز، انت راجل كلينيشن وانا اولكم، انا راجل كلينيشن صحيح انا شغلي في الجامعه باحث وبنشتغل في الابحاث، بس اغلب شغلنا بنشتغل از كلينيشنز، فكل معلومه تقراها لازم تطلع بتطبيق عملي على المريض والا هتنساها او هتكون غير ذات قيمه في الديلي براكتس بتاعك، وبالتالي انساها براحتك بقى، ممكن تنساها وتقراها تاني. لما اجي اقول لك السايكلوبنتان فينانسيرين كاكتيف نيوكليوس او النيوكليوس الرئيسيه، وان احنا بنعدل في السايد تشينز اللي موجوده دي، فتبدا تخلق مولكيولز جديده زي الهيدروكورتيزون اسيتيت، ده التركيب بتاعه، وده الهيدروكورتيزون بيوتيريت. وفي فرق بينهم في البوتنسي؟ في فرق بينهم في البوتنسي زي ما هنشوف كمان شويه. فبالتالي فكرة تعديل السايد تشينز وتخليق مولوكيولز جديدة هي دي اللي بتخلي الستراكشر ده له أفينيتي كبيرة على الريسبتور اللي هو النيوكليير ريسبتور اللي أنا لسه شرحه. فكل ما الأفينيتي تكون قوية كل ما الأكشن يبقى مور رابد and مور برولونجد ومور نقدر نقول إيه مور سترونجر. خلاص سهلة كده؟ طيب دي فكرة البوتنسي. طيب تصدعتنا قوي، ما اللي تقول بوتنسي وكيميكال استراكشر، ما هو الكورتيزون هو الكورتيزون، انا هستخدمه في الامراض اللي انا محتاج فيها كورتيزون وخلاص، ليه مصدعنا بالقصص دي؟ خلي بالك انا لما اجي اقول لك ده الناتج والمحصله ان انا يبقى عندي استيرويد قوي، ابني بس معايا، استيرويد قوي بوتنت واستيرويد ويك ضعيف. طب امتى استخدم القوي وإنت أستخدم الضعيف؟ في معايير مهمة جدا أشهرها وأولها هو المرض نفسه اللي بتتعامل معاه، هل هو مرض ريسبونسيف للاستيرويدز ولا هو هل مرض ريكالسيترنت شوية للاستيرويد؟ اديني أمثلة تطبيقية. أنا عندي مرض زي الإكزيما أيا كان نوعه، زي اللي هو الاتوبيك اكزيما ولا السيبوريك اكزيما ولا اي نوع اكزيما، عندنا معظم الاكزيماز بيبقى الباثولوجي بتاعها ايه؟ سبونجيوزس، انفلاميشن عنيف جدا خلى الميه موجوده بين الخلايا، انتر سيلولار اديما في سبونجيوزس، وبالتالي لو شم ريحه الكورتيزون يعني اديت العيان دهنه كورتيزون ان شاء الله يوم بعد يوم اللي عندها خف، فمش من مصلحتي ان انا اديله سترونج توبيكال ستيرويد او بوتنت توبيكال ستيرويد. ليه؟ هاخد سايد افكت انا في غنى عنها، انا هديله ويك او بلاش ويك، مودست كلمه مؤدبه شويه عن تعبيرا عن الويك، توبيكال ستيرويد اوف مودست اكشن هيديني الافكت اللي انا عايزه اللي هو ان العين يخف من الاكزيما
وما اخدش السايد افكت اللي هو الهايبوبيجمنتيشن او الاتروفي او التيلانجكتيزي او الحاجات اللي هنتكلم فيها. طيب لو عندي مرض زي الالوبيشيا ارياتا بذمتك هل هقدر اعالجها بويك ستيرويد؟ يا راجل ده احنا بنحقنها، ده من كتر ما هي ريكالسيترنت احنا بنحقن بالانتراليجينال ستيرويد، يبقى هنا انا مضطر استخدم سوبر بوتنت ستيرويد. طيب لو عندي مرض زي اللايك ده، لو عندي هايبرتروفيك لايكن ده انا بحقنه انتراليجينال ستيرويد، يبقى هضطر استخدم هاي بوتنسي او هاي بوتنت توبيكال ستيرويد. بس يبقى ده الفكر، يبقى المعيار الاول وليس الاخير في اختيارك للتوبيكال ستيرويد هو المرض الذي تتعامل معه. لو بتتعامل بدرماتيتس عموما خليك دايما في الويكر ستيرويدز، لو بتتعامل بامراض ريكالسيترنت زي الالوبيشيا ارياتا او زي الهايبرتروفيك لايكن او زي النيل سورايسز او الحاجات دي، لا يبقى احنا هندي بوتنت توبيكال ستيرويد. طيب ده اول معيار. طب تاني معيار، هو انا هدي التوبيكال ستيرويد ده كريم ولا هدي لوشن ولا جل ولا اوينتمنت؟ طب هي تفرق؟ تفرق جدا. واحد يقول لي اه تفرق، ما انا لو عندي اكيوت ليجن اكيد يا دكتور انا هستخدم لوشن، عندي ليجن بينز كده هستخدم لوشن. طب لو عندي كرونيك ليجن ولايكينفايد اكيد هستخدم اوينتمنت، بس مش دي القضية قوي. القضية ان تركيز التوبيكال ستيرويد لو ذا سيم موجود في الاوينتمنت وفي الكريم، الاوينتمنت هيكون اقوى. تاني يبقى لو نفس الكونسنتريشن، فلنفترض التوبيكال ستيرويد ده موجود بتركيز 0.1% as a cream وas ointment، شور الاوينتمنت هو اقوى. فانت لازم يبقى عندك فكرة عن السيليكشن of the vehicle، انا هستخدم ointment ولا كريم في الحالة دي. يبقى ده المعيار التاني. المعيار التالت، انا هحطه فين؟ هو اللي عنده اكزيما في وشه ولا عنده اكزيما في الهاند ولا عنده في القلبه ولا عنده في السكروتم وفي البينز ولا عنده فين؟ فبالتالي يا منال انت خضطيني، وفي مشكلة في الصوت يا جماعة ولا ايه؟ يبقى لله يا زمري لو في مشكلة في الصوت. طب كويس الحمد لله. يبقى دلوقتي المعيار التاني، المعيار التاني انا هحطه فين؟ الابليكيشن سايت. هل الفيس زي السكروتم زي الهاند زي القلبه زي الثاي زي البالم زي السول؟ هل الجلد ده زي بعضه؟ يعني انا احط على السول ده او البالم ده احط عليه كريم؟ هينفع؟ ده السيكنس بتاع الاستراتم كورنيوم قد كده، ده عقبال ما يحصل له بنتريشن مش هيعمل ده، لا يبقى احط اوينتمنت اكتر. طيب اخر حاجه، هل هتحط الكريم وتقفل عليه ولا هتحط الكريم وبس؟ يبقى هذه هي المعايير الأربعة لاختيارك للتوبيكال ستيرويد في الحالة بتاعتك. أنا بعالج إيه؟ هل هو ريسبونسيف درماتوزيز ولا ريكالسيترن درماتوزيز؟ تاني حاجة الفيهيكل، أنا هكتب أوينتمنت ولا كريم ولا جيل ولا لوش؟ تالت حاجة أنا هحطه فين؟ العيان هيحطه في السكالب ولا في الفيس ولا في الجينيتال في الجينيتالي؟ وهل هحطه وهغطيه ولا لا؟ تاني الفورميوليشنز، احنا قلنا نتكلم بقى الفورميوليشنز، نتكلم شوي يعني ايه اوينتمنت ويعني ايه كريم. في حاجات حقائق لازم نبقى فاهمينها، احنا مش صيادلة وده مش شغلنا، بس لازم تبقى فاهم لان انت طبيب وانت اللي هتكتب ده. يعني ايه اوينتمنت؟ هو باللغة العربية يعني مرهم، خلاص. طيب الاوينتمنت معناه water in oil. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاكتيف انجريدينت بغلفه بهيدروفيليك ميمبرين اللي هو الووتر، وبعدين البيز اللي متعلق فيها الاكتيف انجريدينت ده هتبقى اويل او جريز او بترولاتم جيلي او كده، يبقى ده البيز بتاعته، يبقى هو نقدر نقول ووتر
suspended in oil. خلاص؟ ما فيش suspension يعني بس water in oil. ما فيش suspension عشان الناس ما تلخبطش. يبقى انا لما اجي افرده انا هفرد ايه؟ mostly oil والاويل ده جواه الاكتيف انجريدينت. فلما اجي افرده هيبقى له greasy texture. له ملمس نقول greasy مدهنن. علشان كده العين احيانا ما يحبش الاوينتمنت ده خالص. ولما افرده خلاص هو الزيت هيخترق الجلد؟ لا ده ده قاعد. يبقى انت تتوقع لما تيجي تفرد الاوينتمنت ان هيدنوا على الجلد فتره طويله وبالتالي هيبقى البيست لوبريكيشن. يبقى لما اجي احط اوينتمنت هيدهنن ويلوبريكيت جامد جدا. علشان كده لما اجي احط الفازلين للعيان اللي جلده فيري دراي ده اختراع محترم خالص. البينتريشن هيبقى اخباره ايه؟ ما احنا لسه قايلين الاويل مش هيخترق الجلد. امال ليه انا كاتب في السطر الرابع بيست لوبريكيشن اند بينتريشن؟ افهمك دي. لما اجي افرد القاعده الدهنيه على الجلد بتعمل اوكلوجن للجلد وتمنع الترانس ابيديرمال ووتر لوس بتبريفنت. يبقى الحته دي كانك قفلتها ضبه ومفتاح. فبالتالي الكونتنت الووتر كونتنت في الابيديرمس والدرمس بيعلى خلاص يومي ابزورب الاكتيف انجريدينت اللي هو سسبندد او اللي موجوده في الاويل بيز دي فتبدا تدخل وتدخل جوه الجلد بنتريت وتدخل ديبر اند ديبر كمان. يعني مش تخش في الابيديرمس بس ده توصل للدرمس بشكل كويس جدا. علشان كده قلت لك هو البيست بنتريشن. وعلشان كده لسه قايل من شويه لما يبقى عندي اوينتمنت وعندي كريم ذا سيم كونسنتريشن اوينتمنت از مور سترونجر. يعني لما اجي استخدم الاوينتمنت اللي هو تركيز 0.5 وكريم 0.5 لا ده الاوينتمنت اقوى هيديك تاثير اقوى. مفهومه دي مهمه جدا ولازم تفهمها لانه هتنعكس على تطبيقك في العلاج وهتنعكس على الكلاسيفيكيشن اللي هنشرحه بعد شويه سواء البريتش ولا الامريكان زي ما هنتكلم. طيب لما يبقى حاجه ليها لوبريكيشن قوي وجميله اكيد هستخدمها في الثيك دراي ليجنز او اللايكنفايد ليجنز. يعني واحد مثال تطبيق واحد عنده لايكن سيمبلكس كرونيكس عمال يهرش هنا بقاله سنين والحته دي تخنت جدا هديله كريم ازاي؟ ما ينفعش لازم اوينتمنت. لما تكتب له ديرموفيت من فضلك اكتب له ديرموفيت اوينتمنت مش كريم ده مهم. طيب لما يبقى عندي اكيوت ليجن العكس بقى عندي ليجن ما فيهوش اي هايبر كيراتوزيس ولا حاجه ده هو عباره عن ايه بيسموه ايه اوزنج ليجن او ويبنج ليجن هل اقفله بالجريز بالدهنه عشان اعمله عجينه؟ ما ينفعش. يبقى انت محتاج تستخدم حاجه تانية تعمل له دراينج للميه اللي هنا. يبقى مش ريكومندد في الاكيوت ليجنز خالص. مفيش اوينتمنت هنكتبه لاكيوت اكزيما مثلا او اكيوت ليجن عموما ولا حتى بيرن. تمام الجريزنس بتاعه ده مش هيخليني اكتبه للهير. يبقى هو نوت فور هيري اريز مش هقدر استخدم اوينتمنت وده من الاخطاء الممارسه. وعلشان كده احنا بنعمل المحاضرات دي بنلاقي ناس كاتبه مراهم للشعر. بتحط المرهم للشعر ازاي؟ الشعر هيلزق في بعضه فما ينفعش. بشكل عام المريض المصري وبين قوسين العربي لا يؤمن بالمرهم ده. يقول لك بص انت اديتني كريم بيلزق ووحش وانت يا دكتور انت وحش انت ليه كتبت لي حاجه زي دي؟ فدايما بيبقى فيها poor satisfaction و poor compliance. فمن الضروري تشرح ده للعيان. اقعد فهمه قول له بص انا هديك مرهم المرهم ده احساسه مش ظريف بس الاصابه عندك تخينه ولو اديتك كريم انت مش هتخف المرهم افضل. معايا كده لحد كده في حد فاهم حاجه؟ اكتبوا لي على الشات في حد فاهم حاجه ولا في حد مش فاهم حاجه؟ تمام طيب ماشي ندخل على الكريم. احنا قلنا المرهم ايه؟ قلنا water in oil. طب الكريم عكسه تماما ده oil in water. oil in water
بيحطوا الاكتيف انجريدينت ولازم يعلقوها في نسبة اويل علشان تتعلق في محتوى المية، وبيحطوا بقى اللي هو الحاجات اللي بتعملها بيسموها فانيشينج كريم، بيبقى حاجات كده اديتيفز انا والله نسيتها، كانوا يعني بيقولوا لنا عليها كده انا دايما بنساها، بتبقى فانيشينج كريم علشان يعملوها كريم تدعكوا كده يوم الجلد يشرب. يبقى هل مهم انك تفهم ده؟ طبعا. ما انت اللي بتقول العيان، العيان يجي يسألني يا دكتور ادهن الكريم ادعكه كده يعني، ولا ادعكه ولا اسيبه؟ مش العيان بيقولك كده يعني احط الكريم كده ولا ادعكه؟ لا تدعكه طبعا، it is vanishing cream، يعني لازم تدعكه لحد ما الجلد ايه يأبزور. فاذا هو water، عفوا السطر التاني ده مكتوب غلط، هو oil suspended in water، لان هي water base، وبالتالي بيبقى الفرق بين الكريم واللوشن حاجة بسيطة، هو القوام، يعني الفكرة واحدة، انا بحط الاكتيف انجريدينت في الووتر بيز، لو الووتر بيز دي حطيت عليها حاجات خلتها متماسكة شوية وفانيشنج تدوب يبقى اسمه كريم، لو خلتها مية حبة كده وتترج يبقى اسمه لوشن، زي ما هنشوف السلايد اللي جاي. طبعا له emollient properties ولوبريكيتنج properties، بس جود مش اكسلنت زي الاينتمنت. بنستخدمه بقى فين؟ هتستخدمه اكيد في المناطق السنسيتيف شويه، المناطق اللي فيها السكن مش ثيك زي ما انا كاتب لك كده. طب هل ينفع نستخدمه في الاكيوت اكسيديتيف انفلاميشن؟ يعني انا كاتب لك بيستخدم، بس يعني برضه بمعنى ايه؟ بمعنى لو الاكيوت اكسيديتيف انفلاميشن قوي وبيؤذ قوي فالافضل تستخدم لوشن. لو عندك الاكتيف انجريدينت ده موجود في لوشن موجود في كريم، لا هات اللوشن افضل، علشان كده بنسميه دراينج لوشن، لو دراينج افكت على الوند او على الليجن. طب ما فيش، ممكن تستخدم اللايت كريم فورمولا ماشي، لكن لو الكريم برضو ثيك شويه ممكن يعملوا برضو عجينه ويخلي الليجن يعمل كراست. الكلام ده مهم يا جماعه، وبنفاين تيون الار اكس بتاعتكم، فركزوا النبي. لكن بشكل عام احنا قلنا فانيشنج كريم، فالعين بيتقبله جدا، العين يقول لك ده الدكتور بيكتب لي كريم بدعك ايدي كده بلاقي جلد شربه، العين بيقول كده نصا. احنا قلنا الاكتيف انجريدينت متعلقه فين؟ متعلقه في ميه، اي حاجه فيها ميه عرضه للايه؟ للفساد. فاذا الكريمات الهاف لايف بتاعتها، او مش الهاف لايف، الشيلف لايف، انا اسف، الشيلف لايف بتاعتها مش حلوه، والكريمات لازم تبقى موجودة في صيدلية فيها تكييف، ولازم تبقى في البيت حاططها بعيدا عن درجات الحرارة، وممكن تحطها في التلاجة خلاص، لأنها بتبوظ بسرعة، وعلشان كده بيحطوا عليها بريزيرفاتيفز، وعلشان كده معروف عنها إنها تعمل إيه؟ إيريتيشن. يبقى ممكن الكريم يعمل لي حساسية، ده حاجة يعني واقعية جدا، حتى لو كريم مرطب، حتى لو البانثينول نفسه، وتسمع عيان يجي يقول لك يا دكتور ده انا حطيت بانثينول ووش حرقني، نسمعها كتير. في حد منكم ما سمعهاش والنبي؟ اسمعها. هو المشكله في البانثينول ولا المشكله في البريزرفتيفز اللي موجوده في تركيبه الكريم اللي ممكن تعمل له اريتيشن؟ مفهوم؟ طيب، لكن الاوينتمنت نادرا ما تعمل اريتيشن، نادرا الا لو حطيتها انت بقى على عيان مجروح جارح نفسه، او حطيتها على وند الاويل ده هياكل فيه وهيعمله مشكله. لازم تحطها على انتكت سكن وثيك انتكت سكن. اللوشن لسه قايل لكم فكرته، هو كريم في ميه زياده شويه، فبالتالي تقريبا نفس الكلام، بس بيستخدم اكتر في الاكيوت ليجنز. أمال الجل بقى؟ لا، الجل بيبقى قاعدته ممكن يبقى فيه ووتر جيلز، وفي حاجات بيبقى عليها الكحول او البروبايلين جليكول، فخلي بالك، بس امتصاصه سريع جدا، سريع يعني، والفانيشنج بتاعه رهيب، فبالتالي هو تجميليا الجل فورمولا دي حاجه روعه، لان بيحطها بيحصل امتصاص سريع لكن مش عميق، يعني الامتصاص ده بيبقى ريتيند في الابيدرمس كده
ومش واصل قوي يعني للدرمس زي ما الناس فاهمه. الاوينتمنت دايما امتصاصه او تاثيره او البنتريشن بتاعه اقوى شويه. ماشي الحال. الابلكيشن سايت قلنا ده مهم جدا. التركيبه اللي هحطها في الاجزيلا غير اللي هحطها في الفيس غير اللي هحطها في التشيست او الباك. فخلي بالك انت بتحط الويكر ستيرويدز دايما في الاماكن اللي فيها ثين سكن لان البنتريشن بتاعه يبقى يدوبك على قد المكان. المودريت للحاجات زي ترانك والارم، والسترونج اكيد ممكن تحطها في الريكالسيترنت درماتوزيز زي اللايكن وزي السورايسس. نيجي بقى للسورايسس. هو احنا بنحط توبيكال ستيرويد في السورايسس؟ انا هنا كاتب لك في السورايسس، يعني ممكن واحد ياخدها غلط على يقول لك ده بيقول سورايسس، عشان نحط الكورتيزون يقلب لانستابل سورايسس او باستولر. هو ايه الانديكيشنز اللي اقدر احط فيها توبيكال ستيرويد على سورايسس؟ توبيكال ستيرويد لوحده ما معوش لا فيتامين دي انالوجز ولا معاه حاجه، ده سؤال. حد عارف الاجابه؟ يبقى حاله سورايسس وهستخدم. ايوه نيروز شاطره بتقول لك الفليكشرال. الفليكشرال سورايسس احنا بنعالجه بالستيرويدز وبالويك ستيرويد بقى، مش هستخدم له اللي هو البوتنت ستيرويد. وفين تاني؟ الانفيرس احنا قلنا خلاص الفليكشر. البريجننسي ماشي تمام. وايه تاني؟ السكالب والفيس لا انا اقدر استخدم لهم حاجات تانية برضو. يعني احنا ممكن نستخدم الكومباينيشن اللي هو الدايفوبيت وبنحطه هنا وبنحطه هنا، لان عايز حاجه يونيك. هنحط ستيرويد بس؟ ايوه النيل، ده احنا بنحط ستيرويد اندر اوكلوجن في النيل لانه ريكالسيترنت. وايه كمان؟ يبقى قلنا فليكشرال، قلنا في البريجننسي، وقلنا في النيل، وفين كمان؟ الروبيويد سورايسس. روبيويد سورايسس روحوا اقروا عليها، انا مش هشرحها، اقروا عليها ده الهوم وورك. الاوكلوسيف ثيرابي فكرته ان انا احط ستيرويد واقفل عليه بشاش فازلين مثلا، ان انا برفع الهايدريشن، بمنع الترانس ابيديرمال ووتر لوس، فبرفع الهايدريشن قوه التيشوز، فبزود البنتريشن بتاع الايه اللي هو الاكتيف انجريدينت من الفيهيكل، فبتزيد البوتنسي. طيب خلي بالك الانترتريجينس سايتس ده ناتشرال اوكيرنج اوكلوسيف اريا، يعني انا لما اجي احط تحت باط المريض هنا ما هو قافل كده اهو، يعني هو اوريدي ناتشرالي لوكس لايك اوكلوجن. فبالتالي لما تيجي تحط ستيرويد في الاجزيلا ابوس ايدك راعي، ده لو حطيت ويكر ستيرويد في المكان ده هو مضروب في 10 اضعافه تقريبا، بلاش 10 هنقول 5، انت متخيل؟ يبقى تحول من ويك لمودريت او لبوتنت، فما تحطش بقى بوتنت، صح كده؟ تمام. بوتنسي كلاسيفيكيشن، شايفين جعفر ده جامد جدا، ده والله الزيم ده رهيب. يعني تقسيمه التدرج القوه، مش احنا قلنا فيه اللي هو البيزك ستراكشر والسايد تشينز بيحصل فيها بقى تشينجز، فكل شويه بيخترعوا لنا مولكيول جديد. طيب احنا عندنا الامريكان كلاسيفيكيشن وعندي البريتش، عندي الاثنين الامريكان والبريتش. انا هبتدي بالامريكان وهحاول احط لك الحاجات اللي موجوده في السوق عندنا، تمام؟ احاول احط لك الحاجات اللي موجوده في السوق المصري في سوق الادويه علشان تبقى المحاضره ليها استفادتها، وتطلعوا تاني يوم بقى بكره تظبطوا الايه الار اكس. يبقى لو شفت اخطاء بكره في الروشتات يبقى المشكله فين؟ فيكم بقى. بص يا سيدي، احنا عندنا الامريكان كلاسيفيكيشن هم 7، عاملين 7 كلاسز اوف توبيكال ستيرويد. وفي الحقيقه هذه مبالغه، يعني ده مبالغه في الامر، وعمليا احنا ما بنمشيش كده، بس انا هعرض ال7 ونشوف. عندي اول كلاس اللي هو الالترا هاي او الالترا بوتنت او السوبر بوتنت بيسموها المسميات دي، اللي هي البيتا ميسازون داي بروبيونيت.
مش بيتاميثازون بس، دايبروبيونيت، والتركيز بتاعه 0.05 اوينتمنت بس، اوينتمنت بس مش كريم. يعني نفس التركيز لو بقى كريم هيبقى الكلاس اللي تحت. بدأتوا تفهموا؟ علشان كده انا بوجع قلبي في الشرح في حتة معينة، لانه ليها انعكاس في حتة وليها انعكاس في الار اكس بعد كده. يبقى لو عندي الدبروزون كريم والدبروزون اوينتمنت، الدبروزون اوينتمنت اقوى، ده كلاس واحد، والكريم كلاس تو. حلو. في الكلوبيتازول، بروبيونيت طبعا، الدرموفيت اللي بدأت أكره اسمه من كتر ما بنشوف مشاكله في مصر وفي الخليج وفي العرب عموما، بيحصل لهم ستيرويد أبيوز، بيجيبوا الدرموفيت ده يحطوه على وشهم. بذمتك تجيب السوبر بوتنت، أقوى حاجة في التاريخ في الستيرويدز، وحطها على الفيس اللي هو السكين عامل كده هو، معقولة الكلام ده؟ طيب الدرجة التانية اللي هو البيتا ميسازون دايبروبيونيت، وفي الفلوسينونايد، وفي الدوفلورازون داي أسيتيت، كل ده موجود في الكتاب. وفي الموميتازون فيوريت، بس بين قوسين اوينتمنت مش كريم. يبقى الإليكون، تمام، ده الدرجة التانية خلاص. الإليكون، الناس الكتيبة بتوع الإليكون، والنبي خلي بالك لما تكتب إليكون اوينتمنت ده هيبقى في جريد 2 خلاص. طيب نمر التلاتة، عندنا اللي هو الميديم تو هاي اللي هو الكلاس التالت، عندي فيه البيتا ميسازون دايبروبيونيت بقى كريم خلاص، و الديزوكسيميتازون. الديزوكسيميتازون ده خلي بالك في لعبة هنا هتكلم عليها شوية. هو برا مصر هو التوبيكورت، يعني التوبيكورت ده هو الديزوكسيميتازون ده، ده برا مصر. في مصر هو التراي أمسينيلون أسيتونايد، يعني التوبيكورت المصري ده تراي أمسينيلون أسيتونايد بالتركيز اللي مكتوب قدام حضرتك 1%، مش نص زي ما هو مكتوب في الجدول. يعني هو تقدر تقول ان التوبيكورت ده أعلى شوية من الحقيقي، التوبيكورت المصري. خلي بالك عشان الموضوع ده احنا عدنا نراجعه، وعدت راجعه النهاردة على فكرة تاني في الاندكسات وفي النت فالتوبيكورت الأجنبي غير المصري، فأنا عشان كده كاتب ده المصري. ماشي. الميديوم الكلاس الأقل شوية، في عندنا البيتا ميسازون فاليريت اللي هو البيتا ديرم والبيتنوفيت، وفي الميتا الموميتازون فيوريت اللي لسه قايله من شوية، بس الكريم واللوشن زي الإليكون وزي الميتاز خلاص. وفي الفلوسينولون أسيتونايد اللي هو اسمه تريتوفلامين كريم، ده موجود في مصر. والتراي أمسينولون أسيتونايد 1/10 ده اللي هو الكيناكومب، ده ميديوم وف ميديوم بوتنسي. فتخيل ميديوم بوتنسي وبيتحط في الانجوينال ريجن عشان التسلخات مع الاوكلوجن اللي بيرفع القوه 10 تايمز، انت بقى يو كان ايماجين اللي هو ميديوم اللي هو في 4 ده هيبقى ايه، هينط فوق الواحد، يبقى اباف 1 كمان يعني، وهيبقى 1 بلس 150 بلس زي السان بلوكرز. فعشان كده الكيناكومب ده بنشوف منه بلاوي، لانه بيحصل له أبيوز من الصيادله وبيحطوه في الانجوينال ريجن، وبيدوه للعيان اللي عنده الميكانيكال انترترايجو، يعني العيان مش عايز اي ستيرويد اصلا، هو عايز ايموليانت بس ويخس، ده حله. ويوم ما تحب تعالج الانفلاميشن العنيفه هتديله ويك ستيرويد زي الهيدروكورتيزون، لكن هم بقى بيدوا الكيناكومب. وطبعا الكيناكوم بقيس عليه، انا بجيب الاسماء المشهوره بس، لكن في الميكس ديرم وفي البولي ديرم وفي كل التركيبات دي شبه الكيناكوم. جريد نمبر 5، في عندنا البيتا ميسازون دايبروبيونيت لوشن، لوشن مش يعني، شوف الدنيا بتنزل ازاي. وفي عندك الهيدروكورتيزون بيوتيريت، لان الهيدروكورتيزون معروف انه ويك ستيرويد، بس ويتش هيدروكورتيزون؟ الهيدروكورتيزون بيوتيريت لا ده مش ويك، ده ميديوم بس لو، اللي هو التكساكورت. وعلشان كده الشركه دي كانت بتسوقه على انه ويك ستيرويد، وتقول الدكاتره في مصر انه ده ويك ستيرويد، لكن لا هو مش ويك، هو ميديوم تيك كير، لان في هيدروكورتيزون اسيتيت وهيدروكورتيزون هيدروكلورايد كلاس 7 ده اللي ويك.
علشان كده احنا قلنا السايد تشين بتغير من كفاءه الايه الدواء او قوته. عندنا حاجه اسمها البريدني كاربيت، ده اللي هو الدرماتوب ان ايجيبت. في اللو طبعا المجموعه دي، السلايد ده خدوه سكرين شوت. ليه بقى؟ لان ده الار اكس اليومي بتاعنا. انا ما بكتبش ستيرويدز، نادرا لما اكتب درموفيت او بيتنوفيت او الحاجات دي للريكالسيترنت درماتوزيز. لكن معظم شغلنا بنعتمد على الميديم تو لو ستيرويدز، ميديم تو لو. فنكتب التكساكورت الدرماتوب، نكتب في حاجه في اللو اللي هو كلاس 6 اللي هو الديزونايد 0.05 كريم او لوشن او اوينتمنت او لوكوبريكس. وفي انا بكتب البرديرم ده زي الملبس كل يوم في روشتات بتاعتي اللي هو الالكو ميتازون داي بروبيونيت 0.05، لان هو تقريبا كلاس 6 او يعني تحت خالص، فبكتبه للاطفال وبكتبه للمشاكل اللي في الفيس وهكذا. اضعف حاجه اللي هو الهيدروكورتيزون اسيتيت او هيدروكلورايد كريم لوشن اوينتمنت، كلهم سيان بقى مع بعض لانه ما فيش بقى اضعف من كده، فعلشان كده كلهم مع بعض. ارجو تكونوا خدتوا سكرين شوتس اللي فات، ودي يعني انا هرجع تاني اهو، خدوا دي سكرين شوت وخدوا دي سكرين شوت وخدوا دي كمان. خلاص كده. طيب ده كده الامريكان كلاسيفيكيشن اللي هو فيه برضو يعني انا مش معجب بيه في الحقيقه، ومش ده البراكتس بتاعنا، ومش ده اللي نحبه. الامريكان احنا بدانا بيه علشان هو الاشهر وهو اللي موجود في بولونيا. لكن هو من عدم الذكاء انك تعمل ميديوم هاي وميديوم لو وميديوم ده مش مظبوط في البراكتس خالص. فانت البريتش كلاسيفيكيشن اي ثينك ان هو مور بريسايز وبيتر اللي هو بيقسمه لفور كلاسز، سوبر بوتنت، بوتنت، ميديوم ومايلد. هما الجماعة الانجليز كده مؤذبين، ما بيقولش ويك، يقول لك مايلد او مودست. يبقى بوتنت، سوبر بوتنت او الترا بوتنت، بوتنت، ميديوم او مودريت، مودست او مايلد او ويك او از يو نيم ات. ودي التجميع بتاعتهم وده الافضل في الحقيقة يعني. طيب ايه مشاكل السايد افكت بقى؟ تعالى نشوف الإشكال ده. أنا أحكي لك حدوتي. الحدوتة دي شفتها في عيادتي في القاهرة اللي في مصر الجديدة دي من حوالي شهر. حالة جاية من الصعيد. الحالة دي فيها إيه؟ بنوتة عندها 14 سنة، يافعة كده ورفيعة صغيرة 14 سنة وثن. حل؟ البنوتة دي عندها إيه؟ عافانا وعافاكم الله، عندها اكثيوزس. حل؟ فماشية من دكتور لدكتور ومن دكتور لدكتور وما حلتهمش غير التوبيكال ستيرويدز، لأن الاكثيوزس بيريتيت البنت أو سايكولوجيكالي هي بتهرش، رغم أن الاكثيوزس it's not itchy dermatosis. أنا والله العظيم مصورها، لو كان عندي وقت يعني، عندي لو حتى عندي وقت افتح موبايلي او احطها في المحاضره دي، انا ما لحقتش احطها. عندها كم سترايا روبرا في الثاي والليجز والكالف والابدومن والتشيست والارم. البنت بقت مخططه زي شعار الزمالك كده، بس مش خطين، ده 100 خط. واول مره اشوف سترايا جايه بالعرض مش بالطول. يعني انا لو عندي ثاي كده بشوف الاسترايا ماشيه longitudinal كده، انا شايف الاسترايا ماشيه بالعرض كده. والله انا يعني المرء مش عارف، يمكن الويبينار اللي جاي هبتدي بالصور دي علشان اللي متابع معاي. الويبينار اللي جاي انا بقول لكم اهو، ايا كان هنشرح ايه هحط لكم صور البنت دي اللي انا صورتها من كم التوبيكال ستيرويدز اللي متاخد والتركيبات. وهاتي انبوبه اي اسم بقى، درموفيت، وحطي على مش عارف ايه وحطي على ايه. كان رهيب. البنت 14 سنة، مجرد ما اخدت ابروفال من باباها ان انتوا صعيدة يا عم ما بتجوزوش بدري، قال لا يا بيه احنا بنجوز متأخر 20 سنة و25. بدأت ادي البنت الاسيتريتين
والبنت بقت كويسه. خد المفاجاه الثانيه، مش حجم الاسترايا المرعب ده، البنت جايه تقريبا في اريثروديرما، في اريثروديرما اضطريت اكتب لها ميزوتريكسيت واكتب لها البترولاتم جيلي بتركيبه كده السوفت بارافين ان وايت بارافين ايكوال اماونتس، ودخلت مستشفى تحت ارشادي كده من الصعيد، وديتها مكان معين ودخلت المستشفى لمده 4 أو 5 أيام علشان الووتر والالكترولايت بالانس في جسمها، يعني جايه باريثروديرما من كتر استخدام التوبيكال ستيرويدز، والتوبيكال ستيرويدز عملت لها اريتيشن فدخلت البنت في اريثروديرما. من ضمن اسباب الاريثروديرما ان ادلت الكونتاكت درماتايتس على فكره، لانها كانت بتدهن جسمها كلها. الحدوته دي انا عاصرتها ما فيش من فتره بسيطه، والبنت جات للمتابعه من كام يوم بقت كويسه، بس حجم الاستراي العنيف حاجه صعبه. بقينا مش بنعالج اكثيوزس دلوقتي، عايزين بقى نشوف هنعمل بلس الداي ليزر ولا ان دياج ليزر ولا هنعمل ايه علشان نحسن من منظر الاستيرويدز. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ما تنساش الكوشينويد افكت، ما تنساش الاتش بي اكسس، الاتش بي اي اللي ممكن ينضرب لو حطيت استيرويدز على مساحات كبيره خصوصا في الاطفال، فالسيستميك سايد افكت مهم، خلاص ما تنساش. علشان كده جبت لك الجنرال اللي هو السودو تيومر سربراي اللي هو الانتراكرينيال تنشن او البيناين انكريز في الانتراكرينيال تنشن، ودي طبعا الادويه اللي بتعملها جبتها لكم للمراجعه. لكن شوف انت الكوشينويد ده، انت ممكن تشوفه على فكره في عيانين بياخدوا توبيكال استيرويد او بيحقنوا انتراليجنال استيرويد غلط، بيحقنوا بتركيزات عاليه وفريكوينت، يعني الوبيشيا ارياتا. مين قال ان الانتراليجنال في الالوبيشيا ارياتا تحين كل اسبوع؟ مين قال؟ احنا بنحن كل 6 أسابيع او كل 4 أسابيع خلاص، لكن ما فيش كل اسبوع دي تلاقي العين يدخل في كده يجيله الكوشينويد فيشز دي. اللوكالايزد حدث ولا حرج، وهو الهايبوبيجمنتيشن، الاتروفي، التيلانجكتيزيا والاسترايا اللي لسه حكيها لحضراتكم. طبعا بنشوف من ده كتير كل يوم وتشوهات وابتو، عارف ده ايه؟ ايه ده؟ ألسر، ستيرويد ألسر، بسبب ان له انتي انجيوجينيك افكت، فبالتالي مع كتر استخدام الاستيرويد في اماكن معينه ممكن يحصل ألسريشن. روزيشيا ده كل يوم احنا بنجيلنا 3-4 حالات روزيشيا كده. انت كنت بتحط ايه يا بنتي؟ ده انا بحط البيتاديرم على سبوتلس وادهن. فالستيرويد انديوسد روزيشيا ده ملبس، والستيرويد انديوسد اكني او اللي احنا بنسميه الاكني فورم إرابشن ده حاجة يعني كل يوم everyday practice. الهايبوبيجمنتيشن، الكونتاكت درماتيتس اللي لسه قايل لكم عليها، البت دخلت في اريثروديرما، والفيلوكولايتس دي بشوف، ويا ريتني كان عندي وقت احط صور الفيلوكولايتس للحالات بتاعت الالوبيشيا اريات، يبقى جاي بارياته وبعدين يبدا يدخل في فيلوكولايتس بسبب الاستيرويدز. وبالتالي طالما الموضوع كده وطالما الموضوع فيه كوشينويد وانت عمال تدخلنا للسيستميك السيستميك سايد افكت، لازم تستخدم الدوزز اللي هي الفينجر تيب يونت. احفظ بقى الفينجر تيب يونت هو كونتينوس لاين من الديستال اند للبروكسيمال ديستال انترفالانجيال جوينت، ده اللي هو ده اهو الكريز، ده الخط متصل هو ده. وكل الكريمات في العالم ليها ستاندرايزد نوزل اللي هي 0.5 الدايمتر بتاع الفتحه بتاعت الكريم نص سنتي، فبالتالي تجانس الانبوبه بتاعت الكريم واحد، او عامل خط واحد، الخط ده يكفي ضعف مساحه البالم. يبقى انا لو هقول العيان تدهن اي حاجه على وشك خط متجانس هيكفيك الخد ده والخد ده اهو، يبقى خط واحد للوشين، وبعدين ممكن تعتبر على حسب جبهه المريض او جبهتها كبير ولا صغير، ممكن تقول 2 بالم سيرفيسز او 1 بالم، فتقول لها خط او نص خط للجبهه وخط للشن. ده حتى للحاجات اللي بتحطها للفيس، يعني خليك مثلا هتدهن توبيكال ريتينويدز بلاش استيرويد، هتدهن ازاي؟ تقول العين حط ازاي؟ بيحط كتير ولا قليل؟ العين يقول لك يعني اعمل طبقه؟ الكلام ده احنا بنسمعه كل يوم. فبتقول العيان هتاخد خط متصل على طرف صبعك الاخير
وده هيكفي ضعف مساحة الحتة دي. فبالوايم كده خدنا كهم، حط الخط نصه هنا ونصه هنا، وهنا كده يبقى نصه هنا ونصه هنا، وتحت حط خط أو حاجة على حسب يعني، فاهم؟ يبقى انت كده بنقول تاني الجرعة، تاني الجرعة كل أنابيب العالم تقريبا ستاندرد نوزل ديامتر، يعني البق بتاع الأنبوبة ثابت تقريبا اللي هو 0.5 نص سنتي خلاص، أو 5 مليمتر. وبالتالي تجانس الكريم لما تيجي تعصر الأنبوبة هيبقى واحد في كل المراهم أو الكريمات بتاعة العالم. فهم اخترعوا الفينجر تيب يونت عشان كده، قال لك هناخد من زي ما هو مرسوم كده قدامك من الأول لحد الديستال كريز، الجزء ده خط واحد مش مقطع، الخط ده يكفي مساحة ضعف مساحة البالم، ضعف الدبل اهو، تو ادلت مش هاند، بالم على فكرة، بالم. طيب هل ده الاند؟ لا ده مش الاند، احنا يعني قلنا هنبص بصة البازار بتاع علاء الدين ده، فنبص بصة على الايه الماركت بليس، احنا شرحنا في الجدول فما فيش داعي نقول تاني، لكن ده حاجة زي الديبروزون اللي هو الالترا هاي بوتنت، وقلنا في فرق بين الاوينتمنت والكريم، ده كلاس اي او ده كلاس 1 وده كلاس 2. الديرموفيت طبعا ما تنساش، والنبي ده الكلوبيتازول بروبيونيت وبرضو لو كريم واوينتمنت، والإليكون طبعا ده موجود في مصر وموجود في الخليج على فكرة، بس في سبيلنج مختلف كده، ما فيش الاو اللي بعد ال دي، بيكتبوا اي ال سي او ان على طول، إليكون حاجة كده. وفي الميتاز برضو نفس التركيب اللي هو الموميتازون فيوريت اللي هو يعتبر مودريت بوتنسي، يعني تحت تحت الأول والتاني التالت على طول الموميتازون، بس لو أوينتمنت. الرابع الكريم، البيتا ديرم طبعا، الله يخللنا جماعة طعيبك، ودول كان ناري في الهشيم، ما فيش فايدة، ما في أصله بخمسة جنيه ولا بثمانية جنيه، حاجة لوز. طب انتوا عارفين ليه بيجيب إفكت حلو في الفيس؟ علشان الفازو كونستريكتيف أسي بتاعه عالي، يعني لما بنيجي ندهن التوبيكال ستيرويد بيحصل فازو كونستريكشن في البلاد فيزلز، فالعيان بيأبير بيلر، بيأبير أبيض حلو وجميل. فعشان كده هو للأسف بالممارسة والخبرة بين الناس لقوا أنه هو بيجيب نتائج حلوة يعني، بس طبعا دي مصيبة. الكيوتيفيت ميديم تو هاي بوتنسي، وقلنا اللي هو الفلوتي كازون بروبيونيت. انا حبيت احط لكم التوبي كورت اللي هو اللي مش مصري، اللي مش مصري في ده اللي هو دي زوكسي ميتازون ده، والمصري في اللي هو تراي امسينولون اسيتونايد، والاثنين نفس الكاتيجوري اللي هو الميديوم لو، الميديوم لو بس ما هواش ويك، ما هواش ويك يا جماعه زي ما الناس فاكر، لا هو ميديوم. يعني أنا في special thanks to دكتور مارينا جورافلوفا because she helped me in such a great presentation indeed, and she bring this special themes from Aladdin story, so I thank her for her work. يعني هو marvelous في الحقيقة. Thank you دكتور مارينا. يعني طبعا انا كنت عامل محاضره حلوه، بس this is better this is by far better. Thank you دكتور مارينا. احنا كده وصلنا لنهايه المحاضره النهارده، وارجو ان اللي هنطلع بيه النهارده يعني ان كان في تقصير او في اخطاء فسامحوني، وقد يكون في اخطاء وفي تقصير، ولكن ده مهم في البراكتس. كل معلومة زي ما قلت لحضراتكم ليها أهميتها في البراكتس. نقعد نتعب نفسنا في السايكلوبنتان فينانسيرين نيوكلاس ليه، وليه أوجع دماغي؟ علشان تفهم إن التركيب الكيميائي ده بيتعدل عليه وبيطلع منه مولكيولز تانية اللي بعد كده ليهم كلاسيفيكيشنز وليهم ديفرنت فازو كونستريكتور أساي
ليهم تأثيرات متباينة متفاوتة على الفازو كونستريكشن بتاع البلاد فيزنز، وبناء عليه تأثيرهم على الأنسجة مختلف أو متباين من القوة للضعف. التباين ده جاي من الأفينيتي ما بين الأفينيتي ما بين الأكتيف إنجريدينت أو الدراج والريسبتور، هي دي الفكرة. كل ما يبقى الاتاتشمنت يعني ما بين الدراج ده والريسبتور عالي وسريع وكامل، كل ما الأكشن على الخلية هيبقى عالي، وعلى الترانسكريبشن فاكتورز اللي في الدي ان ايه عالي، وعلى اللايبوكورتين اللي بينهبت الفوسفوليبيز اي 2 انه يحول الفوسفوليبيدز للارشيدونيك اسيد عالي، وبناء عليه هتتغير العمليه كلها. اكتب التوبيكال استرويد في انهي مرض؟ هل الدرماتيتس زي اللايكن؟ هل اللايكن زي السورايسز؟ هل السورايسز منصوح باستخدام توبيكال استرويد اصلا فيه؟ الكلام ده كله مهم. هل الاجزيلا والجينيتاليا زي الفيس زي الهاند؟ هل لما عالج بالم ولا سول زي الدورسم اوف ذا هاند كفيهيكل، اختياري للفيهيكل نفسها اوينتمنت ولا جل ولا لوشن؟ هل الاوزنج ليجن هعالجه زي اللايكنيفايد ليجن؟ كل الافكار دي انا حاولت اطرحها النهارده من خلال المحاضره دي. اشكركم شكرا جزيلا على المتابعه. إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله يبقى لنا لقاء جديد في ويبينار يوم الاثنين، اللي أنا بحاول أفضي دنيتي وأفضي حياتي يوم الاثنين الساعة 10 أو الساعة 10 ونص على حسب يعني ما ربنا يقدرنا بنعمل الويبينار. إن شاء الله لو في أي أسئلة على جروب التليجرام. أشكركم شكرا جزيلا، أشوفكم الاثنين القادم إن أحيانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.